Hello, my dear first prep students. Today we are going to continue our science lesson تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. We will continue talking about energy, potential energy and kinetic energy, mechanical energy and work done. إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا إن إحنا we are going to solve problems related للإنرجي وقلنا إن الإنرجي as whole it is measured by certain unit which is joule. The work done also is measured by a unit اللي هي برضو الجول and we are going to solve problems related to this part. This part is very very important so I want you to concentrate with me. Okay? يلا بينا؟ يلا بينا. Okay, we are going to solve problem but before solving problem هنكتب الرول ونشوف الرول ده بيكون من ايه. First احنا بنتكلم احنا عايزين ال work done اللي هو equal لايه؟ للميكانيكال انرجي. ال work done equal force times displacement. يعني ايه force times displacement؟ هو مش انا خدت البول ورفعتها فوق؟ طيب هنا I am throwing the ball upward. طب ايه اللي بيحصل؟ البول دي البول نفسها work done مش كده by force. هي دي الفورس اللي انا حذفتها بيه. طب هي اتحركت قد ايه؟ اتحركت displacement اتحركت height. ما I mean by displacement here ايه؟ I mean by it height. اوكي ده ال height. طيب اي رول موجود فيه 3 items؟ انا عندي 3 items اهو ادي 1 وادي 2 وادي 3 اقدر اعمل له تراينجل. اوكي خلي بالك من فكره التراينجل دي احنا استخدمناها قبل كده بس it is very important. طيب ببص كده انا عندي الفورس multiplied by displacement او الهايت. طيب احطها فين؟ احطهم هنا هما الاثنين قدام بعض ادي الفورس اهي وادي displacement مش هما multiplied بعض. اوكي طيب مين اللي يتحط فوق؟ اللي يتحط فوق ال work done. تمام؟ طيب انا بعمل التريانجل ده ليه؟ ايه الهدف من التريانجل ده؟ اول حاجه هو مش لازم دايما يطلب مني ال work done. هو ممكن يطلب مني ال displacement. طيب لو انا عايزه ال displacement اعمل ايه؟ اعمل height لل displacement. هتبقى عباره عن ايه؟ ال work done على الفورس. طيب لو طلب مني الفورس اهو هعمل height للفورس. يبقى هو مطلوب يبقى الرول هيبقى ايه؟ الورك دان على الديسبليسمنت. طب وات اباوت الورك؟ الورك اهو بعمل هايدنج للورك يبقى الفورس في الديسبليسمنت. طيب نكتبها؟ اوكي. اول حاجه هنا انا خلاص عرفت لو هو عايز الورك دان ايم جوينج تو ملتبلاي الفورس في الديسبليسمنت. طيب مين الديسبليسمنت دي يا مش شيرين؟ ما هي الهايت. الهايت اللي طلع بالبول او اي جسم انا حذفته فوق. اوكي؟ طيب لو انا عايزه بقى الفورس. اوكي؟ اجيب الفورس ازاي؟ لسه قايلينها I'm going to hide the force. طب هتبقى عباره عن ايه؟ الورك done over الهايت. طب ما كتبتيش ليه displacement؟ ما هو displacement والهايت حاجه واحده هما الاثنين حاجه واحده. اوكي طيب يبقى انا هنا انا جبت هنا الورك وادي هنا الفورس. طيب what else؟ باقي مين؟ باقي displacement او الهايت. طب انا عايزه الهايت اجيب الهايت ازاي؟ اهو اللي هو displacement I'm going to hide يبقى الورك على الورك done over ايه؟ الهايت يبقى over الفورس. اوكي يبقى الورك done over الفورس. يعني انا هنا قدرت عن طريق الترينجل ان انا اقدر اجيب اي واحد من الايتمز دول. Yes of course أقدر أجيب أي واحد من الأيتيمز دول. ليه؟ لأن أنا بستخدم التريانجل. طيب سؤال بقى هو ده بيتقاس بإيه الهايت؟ بيتقاس بالمتر. طب الورك دان إحنا لسه قايلينها بتتقاس بإيه؟ بالجول. طب وات أباوت الفورس؟ الفورس بيتقاس بإيه؟ بيتقاس بالنيوتن. أوكي؟ سو أي هاف هير متر. إم هنا مينز وات؟ متر ده نيوتن. طيب والwork done اللي هو الجول. اوكي we are going to use this rule to solve problems. تعالوا نشوف how to solve problems.
Okay, let us continue solving problems. الأول هنعمل revision بسيطة على الكلام اللي احنا قلناه. طيب أنا عندي triangle أهو, ال work done at the top. بمعنى كده إن ال force multiplied by displacement أو distance is written here distance. فهي ال force multiplied by ال displacement أو distance. طيب can I write here height؟ ما هو displacement هو ال height. لو أنا ماشية vertical, لو أنا برفع الكرة لفوق upward, هيبقى هنا height. أوكي؟ طيب زي ما اتفقنا لو أنا عايزة ال force I will hide the force. طيب إيه اللي هيحصل؟ هتبقى عبارة عن ال work على ال distance. طيب لو أنا عايزة ال work زي ما اتفقنا إن ال force في ال distance أو ال displacement أو ال height, أي حاجة منهم صح. طيب لو أنا عايزة ال distance هتبقى ال work على ال force. طيب ده اللي احنا الكلام اللي احنا قلناه مهم قوي قوي قوي, very very important this rule. طبعا ال unit of measuring ال work done is joule, اي ال work done زيه زي الميكانيكال انرجي, هما الاثنين حاجه واحده, can be measured by joule. طب what about the potential energy? By joule also. Kinetic energy, joule also. اوكي okay. اي انرجي بالجول؟ يس yes. اي انرجي بالجول. طيب تعالوا نشوف كده energy interchange from potential to kinetic. هنشوف الكلام ده. شايفين الرسمة دي؟ الرسمة دي بتشرح الكلام اللي احنا قلناه last lesson. طيب احنا قلنا ايه؟ مش احنا قلنا ان ال kinetic energy can be changed to potential energy وال potential energy can be changed to kinetic؟ هو نفس الكلام. ابتدي من فوق للبول دي, هي وهي فوق خالص هي carrying potential energy. اول ما تبتدي تتحرك ال potential energy بتتحول ل kinetic لحد ما تلمس الارض, يعني before reaching ال ground ايه اللي بيحصل؟ ده الماكسيمم ايه؟ ماكسيمم كاينتيك. طيب بعد كده اول ما بتنزل بتبتدي تطلع تاني, بتبتدي الكاينتيك انرجي تقل لحد ما توصل فين؟ للتوب. طيب لما تبقى الكاينتيك انرجي ات ذا توب بزيرو يبقى البوتنشال انرجي بايه؟ ماكسيمم. ما هم عكس بعض هما الاثنين. اوكي؟ ان هما كان بي كونفرتد تو ايتش اذر. طيب تعالوا نشوف الكلام ده. اولا النقطة المهمة إن sum of potential energy and kinetic energy we call it what? We call it mechanical energy which is equivalent, which is equal لإيه؟ للwork done. طيب تعال نشوف مين هو potential energy اللي إحنا عمالين نحكي عليه ده؟ مين ده؟ energy stored in the object أو in the body due to a work done in the object. ما الwork done ده كان kinetic energy, الحركة بتاعته مش كده؟ يعني هي الانرجي ستورد انسايد ذا بادي؟ يس هي الانرجي ستورد. طيب تعال نشوف كده, لما انا دلوقتي بتكلم هنا على البادي ده هو فوق في التوب, شايفين الكويل ده اللي هو هنا في التوب, الورك دان لما بدي الف الكويل ده لحد ما اوصل للماكسيمم هايت, ماكسيمم هايت انا عندي ماكسيمم بوتنشال انرجي. طيب اول ما اسيبه بقى بتبتدي تنزل بسرعه زي بالظبط ايه؟ زي الروك بتاعت ايه او البريك بتاعت ايه؟ بتاعت البيراميد. لما تقع من على التوب الهيوج او الماسيف انرجي اللي هتنزل بيها, القوه الرهيبه دي هي دي القوه الافورت دان او الورك دان عشان ارفعها. نفس الكلام هنا, ده كايل رفع البادي ده, البادي ده بعد كده هنسيبه يقع, ايه اللي هيحصل؟ هيفضل جراديوالي البوتنشال انرجي will be converted to kinetic gradually and gradual and gradual لحد ما اوصل, قبل ما اوصل الارض على طول, at the moment before المومنت اللي هي اللحظه before reaching the ground. طب المومنت دي بيبقى ايه؟ بيبقى ماكسيمم كاينتيك انرجي, وما اوصل للزيرو بوتنشال انرجي لان البوتنشال انرجي خلص, لان هما ايه؟ بيتحولوا لبعض. خلي بالك يو شود ايماجين الجزء ده, البارت ده ريليتد للايماجينيشن, لازم تعرف على طول الفرق بينهم, لازم يبقى عندك تخيل, عندك ايماجينيشن, مهم جدا. تاني مهم جدا. طيب تعالوا نشوف كده مين الكاينتيك انرجي. الكاينتيك انرجي هي الموفمنت, اي بادي بيعمل موفمنت يبقى عنده كاينتيك انرجي. ورك دان هو ورك دان during the motion of an object, يعني ايه؟ يعني during the movement بتاعت البادي, طول ما هو بيتحرك هو عنده كاينتيك انرجي. طيب الكاينتيك انرجي دي اول ما بتخلص بتبقى تحولت لايه؟ تحولت لبوتنشال انرجي. تمام؟ اوكي تعال نشوف اكسبيرمنت. احنا هنا هنتكلم على الفاكتورز affecting البوتنشال انرجي. يعني ايه الفاكتور affecting البوتنشال انرجي؟ يعني البوتنشال انرجي دي في سام فاكتورز, في حاجات بتاثر عليها, ديبند اون ات. زي ايه بقى؟ تعالوا نشوف كده. احنا هنجيب فور ايدنتيكال سفيرز, اربع كور نسخه تقل الاصل من بعض.
and let them on the ground. هنحطهم فين؟ هنحطهم على الأرض. طيب وبعدين raise one sphere from the ground up to the table level. هرفع واحدة وإيه وأوصلها للليفل بتاع التيبل. طب وبعد كده هبتدي أرفع إيه؟ هرفع اتنين لحد نفس الليفل، وبعدين هرفع تلاتة لحد نفس الليفل. يعني هجرب مرة هرفع واحدة وبعدين هرجعها تاني، وبعدين هجرب اتنين، وبعدين هجرب تلاتة. طيب أنا ليه بعمل كده؟ أنا عايزة أعرف إيه؟ هل الـ effort done to raise one sphere هو الـ effort done to raise two sphere أو three sphere؟ أكيد لأ. المجهود هما كلهم identical، يعني they look like each other في كل حاجة، بس المجهود اللي هعمله أو الـ effort done أو الـ work done، واخدين بالكم من كلمة work done؟ الـ work done ده بتاع one sphere، ها؟ الدبل بتاعه two spheres، والتريبل بتاعه إيه؟ three spheres. يعني معنى كده إن المجهود بإيه؟ بيزيد كل ما بيزيد عدد الايه البولز. طب انا عايز اوصل لايه كده؟ معنى الكلام ده ايه؟ بصوا بقى، البوتنشال انرجي ستورد ان ان اوبجكت انكريز از ذا ويت اوف ذا اوبجكت انكريز. هو انا لما استخدم 1 بول زي ما استخدم 2 او 3 او 4؟ لا طبعا، انا هنا بدبلر الويت، الويت بيبقى دبل. فهنا هو جايب لي بول 1 وبعدين بول 2 وبعدين بول 3، يعني الويت بتاعهم ايه؟ بيزيد كل ما زود عدد البولز، مش كده؟ طيب تعالوا نشوف فاكتور تاني. انا هنا بقول ان كل ما الويت بيزيد كل ما البوتنشال انرجي ايه بتزيد. ليه؟ لان انا بعمل اكسترا ايفورت، فبالتالي الستورد انرجي بتبقى مور. يبقى انا هنا عرفت ان الويت وان اوف ذا فاكتور افكتنج ايه البوتنشال انرجي. ذا فيرست فاكتور ويتش افكتس البوتنشال انرجي از ايه؟ ذا ويت. طيب مين تاني تفتكروا؟ فكر كده، هو انا برفع ايه؟ مش برفع بمشي هايت، برتفع بالهايت. يعني الهايت كل ما يزيد او يقل بيأثر على البوتنشال انرجي؟ طبعا. ازاي؟ هو الهايت كل ما بيزيد مش انا بعمل مور ايفورت، ببذل مجهود اكتر، doing more work او الورك دان انكريز؟ طبعا. طب لما يقل البوتنشال انرجي يقل. ليه؟ لان انا هنا بعمل مجهود اقل، ولما برفع اكتر بعمل مجهود اكتر. طب المجهود ده اسمه ايه؟ اسمه ورك دان، اسمه ايفورت دان. اوكي bring a somewhat heavy sphere. هجيب كور تقيلة. اوكي؟ وبعدين raise the sphere half meter height and let it fall. يعني انا هرفعها نص متر واسيبها تقع. طب وبعدين repeat what done and increase the height each time. كل مرة هزود. اول مرة half مثلا half meter، بعد كده 1 meter، بعد كده 2 meters. طب مين اخد مجهود اكتر؟ لما برفع لما ياخد مجهود اكتر كل ما بزود الهايت. اوكي؟ طب هو المجهود ده اللي هو ايه؟ ما هو البوتنشال. احنا قلنا يعني ايه كلمه بوتنشال ان عربي؟ بوتنشال مينز جهد، يعني ايفورت، يعني ورك دان. اوكي؟ فكل ما الهايت انكريز ايه اللي بيحصل؟ البوتنشال انرجي اولسو انكريز. طيب تعالوا نشوف الاكسبلانيشن. شوف كده هو هيقول لنا ايه. بوتنشال انرجي انكريز ايه؟ باي ذا انكريز اوف هايت ات ويتش ذا اوبجكت ريتشز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما بزود الهايت كل ما البوتنشال انرجي انكريز. اوكي، طب وايه كمان بيزود البوتنشال انرجي؟ لسه قايلنا حالا الويت. طب حد فاكر الويت ايكوال ايه؟ وي توك ات بيفور ان برايمري ستيج. فاكرين الويت ايكوال ايه؟ ايكوال الماس في الجرافيتي. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف كده. البوتنشال انرجي ذا ماثيماتيكال رول وي ار جوينج تو سولف بروبلمز ريليتد تو ذيس بارت ايكوال الويت في الهايت. طب الويت ايكوال ايه؟ ايكوال الماس في الجرافيتي. اكسلريشن ديو تو جرافيتي، يعني ايه؟ ده رقم ثابت فاكرينه اللي هو كان 9.8. طب تعالوا نشوف كده. الويت ايكوال ماس تايمز اكسلريشن اوف جرافيتي. اوكي؟ طيب بي دوت اي، اي مين باي بي دوت اي ايه؟ بوتنشال انرجي ايكوال ماس جرافيتي and height. وطبعا الجرافيتي هنا ده ستاندر، يعني ده constant number، ده ستاندر اللي هو 9.8 متر per second square. طيب الهايت بيتقاس بايه؟ بيتقاس بالمتر. طب الماس بيتقاس بايه؟ بيتقاس بالكيلوغرام. طب البوتنشال انرجي، اي منشن انرجي، يبقى على طول بتتقاس بايه؟ بتتقاس بالجول. يبقى ده all about البوتنشال انرجي. يبقى في two factors affecting البوتنشال انرجي، قلنا هما ايه؟ التو فاكتورز الهايت والايه والويت. والويت ايكوال ايه؟ ماس مالتبلايد باي جرافيتي.
ال weight of the body ال potential energy increase by increasing the weight. مش احنا قلنا ده one of the factors affecting the potential energy؟ كل ما ال weight بيزيد كل ما ال effort بيبقى زيادة ان انا ارفعه فوق، صح ولا لا؟ يبقى بالتالي ال effort زيادة يعني ال work done زيادة، فمعنى كده ان ال potential energy increase. يبقى ال potential energy increase، احنا بنقول كده ال potential energy increase مع ال increase بتاع ايه؟ مع ال increase of weight، الاتنين بايه؟ بيزيدوا مع بعض. طيب طب what about the height؟ نفس الكلام، كل ما الهايت بيزيد كل ما الافورت دان او الورك دان بيزيد، يعني البوتنشال انرجي اللي بيحصل له اكيموليشن او ستورينج بيزيد، يبقى هما الاثنين بيطلعوا مع بعض. يبقى معنى كده as the height increase ايه كمان؟ increase البوتنشال انرجي. طيب تعالوا بقى نشوف الكاينيتك انرجي. طيب تعالوا نفكر الكاينيتك انرجي means ايه؟ means movement، والموفمنت دي ممكن يبقى ليها سبيد، صح ولا لا؟ اي جسم بيتحرك بيبقى ليه سرعه. طب تعالوا نشوف كده، هو بيقول لي لو عندي تو كارز والتو كارز دول ايدنتيكال ان ماس، يعني ايه؟ يعني الماس بتاعهم قد بعض، قد بعض في الماس. طيب which one needs more work to stop if one car is moving faster than the other؟ يعني عندي عربيتين بنفس الوزن ونفس الماس ونفس المواصفات في كل حاجه، بس واحده فيهم بتمشي faster than the other، يعني اسرع من الثانيه. طب اني واحده فيهم easier to be stopped؟ مين اكتر واحده اقدر اوقفها بسهوله، الاسرع ولا اللي ماشي عادي؟ اكيد اللي ماشي عادي، يعني الاسرع بتاخد مجهود اكتر. اه طبعا. طب معنى كده ان الفيلوسيتي او السبيد play very important role او affecting the kinetic energy؟ طبعا one of the factors اكيد. طيب وبرضو عندي نفس الكيس ده، لو عندي two cars one has mass larger than the other، يعني الماس بتاع واحده فيهم اكبر من الثاني، are moving at the same speed، ماشيين بنفس السبيد، ده كيس ثانيه. طيب which needs more work to stop؟ مين هتاخد مجهود اكتر ان يوقفها؟ طبعا اللارجر ماس، طبعا اللي حجمها، يعني عندي تراك، عندي عربيه لوري وعربيه صغيره، مين اللي اسهل ان يوقفها؟ اللي عنده ماس اقل طبعا اسهل، مش كده؟ التراك هو اللي اصعب بكتير. طيب explanation، تعالوا نشوف ازاي. The kinetic energy of moving object increase by increasing each of masses and speed. يعني الماس والسبيد الاثنين two factors affecting the velocity. Affecting the kinetic energy. يعني الماس والايه والسبيد. خلي بالك انا بقول سبيد او velocity الاثنين معناهم سرعة. بالنسبة لك لحد دلوقتي. طيب. طب the kinetic energy ليها mathematical rule. ايه هو؟ half multiplied by the mass في السبيد square. طيب السبيد بيتقاس بايه يونت؟ بيتقاس بالمتر بير سكند، والماس بالكيلو جرام. اوكي، يعني عندي كاينتيك انرجي كي دوت اي مينز هاف ام في سكوير، وده قانون الكاينتيك انرجي. هنحل مسائل طبعا. طب فاكرين احنا قلنا ايه على الميكانيكال انرجي؟ قلنا الميكانيكال انرجي هي عباره عن ايه؟ البوتنشال انرجي بلس الكاينتيك انرجي. يعني انا اجيب البوتنشال انرجي واجيب الكاينتيك انرجي والاثنين اعمل لهم ايه؟ سميشن، اجمعهم على بعض. طيب تعالوا بقى نشوف كده مساله ازاي ممكن نحل المساله دي. اوكي، ايبول واز لانشد، يعني رفعتها upward and vertical at speed 3 meter per second up to a height 4 meter. calculate الميكانيكال انرجي of the ball if the weight of the ball 5 newton and has mass 0.5 kilogram. يلا نحل المسألة، يلا بينا. تعالوا نشوف بقى دلوقتي how to solve a problem related to the work done. دي المسألة اللي اتكلمنا عليها، أعلمك حاجة مهمة جدا during solving problems key يخليك تحل أي مسألة بسهولة جدا. طيب اول حاجه انا هعمل بوكس، البوكس ده احطه هنا اوكي، وهكتب عليه given. يعني ايه given؟ يعني هو مديني ايه في المساله؟ بيقول لي ايه؟ a ball was launched upward and vertical at speed 3 meter per second. يعني عندي ال v which is the speed 3 meter per second، ادي اول جيفن. طيب وايه كمان؟
بيقول لي ان ال height which is h equal كام؟ 4 متر. طيب وايه كمان؟ calculate the mechanical energy، يعني الميكانيكال انرجي unknown، هو عايزها مني. m dot e means mechanical energy unknown. تمام؟ اوكي. What else؟ بيقول لي if its weight، الويت بتاع البول ده 5، يعني 5 نيوتن، يعني he's talking about mean 5 نيوتن على الويت، يبقى هنا 5 نيوتن. طيب والماس ام ايكوال 0.5 كيلو جرام. طيب هو عايز ايه؟ عايز الميكانيكال انرجي. اجي هنا عند سوليوشن هقول ان الميكانيكال انرجي ايكوال بوتنشال انرجي بلس كاينيتك انرجي. اوكي؟ طيب انا اي هاف تو اوبتين البوتنشال انرجي الاول، دي اول حاجه. يبقى هنا البوتنشال انرجي احنا قلنا ايكوال ايه؟ ايكوال الويت ملتبلاي باي هايت، ده البوتنشال انرجي. طب الويت بكام؟ ببص كده المكتوب عندي في الجيفن كام؟ 5، يعني ده ايكوال 5 تايمز كام؟ الويت في الهايت 5 تايمز 4، يعني ايكوال 20. since it is energy، potential energy، kinetic energy، whatever هي energy، يبقى بيتقاس بالجول على طول. انا جبت كده دلوقتي ايه؟ البوتنشال انرجي. طيب اقدر اجيب الكاينتيك؟ اه طبعا، ما انا عندي كل جيفن اهو، انا اقدر اجيبه بسهوله جدا. اوكي، ادي كاينتيك انرجي. الكاينتيك انرجي ايكوال ايه؟ فاكرين؟ لازم تبقى عارف القانون وحافظه. اوكي، هاف ام في سكوير. طب هو انا عندي الام؟ يس، انا عندي الام اهو، ادي كاينتيك انرجي اهي الام، ادي الهاف هو زي ما هو، الام بايه؟ ب 0.5. تمام، وايه كمان؟ انا عندي هاف ام في سكوير، الفي بكام؟ الفي ب 3 تايمز 3 ايه سكوير. اوكي، طيب انا هنا ببص كده انا عندي هاف تايمز 0.5 تايمز 3 سكوير، لو انت تعملها بالكالكوليتر هتبقى 2.25. ايه؟ مش هو انرجي؟ كاينتيك انرجي وات ايفر وات كايند اوف انرجي، التايب اوف كل الانرجي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بتتقاس بالجول. طيب انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي البوتنشال وعندي كاينتيك، اقدر اجيب الميكانيكال؟ يس اوف كورس، الميكانيكال انرجي اهو الرول، يبقى الميكانيكال انرجي ذير فور ميكانيكال انرجي اللي هو equal potential plus kinetic، يعني equal 20 plus 2.25، يعني equal 22.25. ايه؟ ما هي energy برضو، يبقى بتتقاس بايه؟ بالجول. طيب what about the work done؟ اقدر اجيبه؟ انا مش محتاجة ان انا اجيبه، لان انا جبت ايه؟ الميكانيكال انرجي، والميكانيكال انرجي هو equal لايه؟ equal للwork done، يعني هو لو طلب مني الwork done هو ايه؟ البوتنشال انرجي. اوكي، هو الميكانيكال انرجي. تمام، دي طريقه سهله ان انا احل بيها المسائل، ان انا اكتب الجيفن في بوكس. اوكي، وعن طريق الجيفن باخد منه بحل المساله. طيب تعالوا نشوف كده حاجه مهمه جدا. الاول نشوف الاول احنا حلينا المساله ازاي. انا علمتك دلوقتي طريقه انك تعمل بوكس وتكتب فيها الجيفن. البوتنشال انرجي ايكوال الويت في الهايت، يعني 5 تايمز 4 20 جول. الكاينتيك انرجي هاف ماس، الماس في السبيد سكوير اللي هو 2.25. الورك دان اللي هو ايكوال لايه؟ للميكانيكال انرجي، ما هما الاثنين ايكويفالنت لبعض. ايكوال كاينتيك انرجي بلس بوتنشال انرجي اللي هو 20 بلس 2.25 اللي هو 22.5. طيب تفتكروا ايه الفاكتورز افكتنج الكاينتيك انرجي؟ اذا كنت بقول لك الماس والسبيد، وحكيت لك قصه الكار الكبيره او الماس بتاعها كبير والكار السريعه، يبقى هما تو فاكتورز. مين هما؟ الماس بتاع البادي، وايه كمان؟ السبيد. مش انا بقول هاف ام في سكوير؟ يبقى الماس والسبيد. طيب الميكانيكال انرجي هي السم، ده الكلام ده كله احنا قلناه، هي السم بتاعت ايه؟ بتاعت البوتنشال انرجي والكاينتيك انرجي. طب وات اباوت الميكانيكال؟ الميكانيكال هي السم، الميكانيكال انرجي از بوتنشال انرجي بلس كاينتيك انرجي، يعني انا اجيب البوتنشال الاول بعدين اجيب الكاينتيك او وات ايفر، ولازم هما الاثنين اجيب السمشن بتاعهم عشان اجيب الميكانيكال. وانس ان انا جبت الميكانيكال، الميكانيكال انرجي هو مين؟ الورك دان.
وكلهم بيتقاسوا بايه؟ بيتقاسوا بالجول. طيب الميكانيكال انرجي اوف ا بودي ايكوال بوتنشال انرجي ات ماكسيمم هايت. خلي بالك بقى من الحته دي مهمه جدا. مش انا قلت لما اوصل للماكسيمم هايت بتبقى الكاينيتك انرجي خلصت خلاص وبيبقى الماكسيمم بوتنشال؟ طب انا بقول لك ان الميكانيكال انرجي ايكوال بوتنشال بلس كاينيتك. طب ما الكاينيتك بزيرو يبقى عند الماكسيمم هايت الميكانيكال ايكوال بوتنشال. يعني انا بستنتجها. يس يو كان كونكلود ات. طيب بيفور ريتشينج ات ذا مومنت بيفور ريتشينج ذا جراوند. طب ما البوتنشال انرجي خلصت خلاص. ده انا وصلت لايه؟ وصلت لايه هنا اهو؟ وصلت للماكسيمم كاينيتك انرجي. هنا الماكسيمم كاينيتك انرجي اسرع نقطه واقوى نقطه بيتحرك فيها. يبقى هنا الميكانيكال انرجي ايكوال ايه؟ ايكوال الكاينيتك انرجي. تمام. هنا بيقول لك ان ات ماكسيمم هايت الميكانيكال انرجي ايكوال ايه؟ البوتنشال انرجي. والكاينيتك انرجي ات ذا ماكس ات ذا مومنت اوف ريتشينج ذا ايرث سيرفيس هو طبعا الميكانيكال انرجي تبقى ايكوال ليها. سامري بسرعه جدا نقول الكلام اللي احنا قلناه وقعدنا نعيده ونزيد فيه النهارده كتير. المفروض ان انت النهارده بعد الليسن ده تبقى فاهم الانرجي كويس جدا. ولو انت ما فهمتش الكلام ده عيد تاني واتفرج تاني على الدرس بتاعنا هتفهم كويس جدا جدا. طيب مين هو الانرجي؟ It is the ability of doing work. طب ايه كمان؟ الانرجي ليها فورمز. طبعا ليها فورمز كتير. اللايت انرجي والساوند انرجي والالكتريك انرجي والكيميكال انرجي والهيت انرجي نيوكلير انرجي. طيب ايه الريسورسز؟ ايه الموارد؟ السن اتكلمنا عليها والفوتوسينثيس بروسيس، الويند والبرودكشن اوف الكتريستي، الفود اند فيول ثرو كيميكال رياكشن طبعا لما بيتحرق جوه الجسم او جوه الانجن بتاع الكار، والووتر موشن تو برودوس الكتريستي، والنيوكلير رياكشن اللي بتتم جوه النيوكليس وبتدينا ماسيف انرجي. طب ايه كمان؟ البوتنشال انرجي مين هي؟ الانرجي ستورد ان ان اوبجكت ديو تو ايه؟ الورك دون. الكاينيتك انرجي هي بتاعت الموفمنت. طب ايه كمان؟ البوتنشال انرجي اللي هي الويت في الهايت، والكاينيتك انرجي هاف ام في سكوير اللي هي الماس في الايه؟ الماس في الفيلوسيتي. طب الميكانيكال انرجي هي السم بتاع البوتنشال والكاينيتك. طب ايه كمان؟ الويت هو الماس في الاكسلريشن. الاكسلريشن دي اللي هي ايه؟ الجرافيتي اللي هي ايه؟ الماس في الجرافيتي. طيب تعالوا نشوف البراكتس ده بقى. ريسورس اوف بيرمننت انرجي از، عايزه اختيار مين من الاختيارات دي؟ مين البيرمننت انرجي يعني الدائمه الموجوده مدى الحياه؟ مين تفتكروا؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق ايه؟ يعني انا هنا هتكلم على السورس ده، فانا هنا هقول مين تفتكروا؟ اكيد هي ايه؟ الصن. طب ايه كمان؟ ايه كمان؟ الميكانيكال انرجي is the sum of energy. مين الانرجيز الميكانيكال انرجي عباره عن مين؟ عباره عن البوتنشال بلس ايه؟ الكاينيتك. طيب وات ايلس؟ ان اوبجكت اوف 20 نيوتن is placed at 5 meter. يعني هنا الويت 20 والهايت 5. طب عايز البوتنشال، تفتكروا هنعمل ايه؟ تفتكروا ايه؟ 20 و 5 هايت. انا المفروض ان انا اخد المالتيبليكيشن، يعني معنى كده ان هو 100 ايه؟ جول. وات ايلس؟ تعالوا نشوف كده. ان اوبجكت اوف 2 كيلوغرام از موفينج ات سبيد 4 متر. طب انا هنا محتاجه ايه؟ هاف ام في سكوير. يعني عندي هاف تايمز 2 تايمز 4 سكوير اللي هو ايه؟ 16. يعني معناه ايه؟ معناه ان هو 16 جول. طيب وات ايلس؟ تعالوا نشوف كده. الكيميكال انرجي كان بي ستورد فين؟ طبيعي طبعا فين؟ في الكار باتري. طيب دبلنج الهايت، يعني انا لو عملت دبل الهايت مين هيزيد تفتكر؟ الهايت ده بيعتمد على ايه؟ مين الفاكتور افكتنج هنا؟ الهايت افكتنج طبعا مين؟ البوتنشال انرجي. دبلنج هايت ويتش ان اوبجكت از ريزد فروم ذا جراوند. طيب اختار ايه بقى؟ مين اللي هيبقى انكريز؟ طبيعي ان البوتنشال انرجي انكريز لايه؟ للدبل. طيب النهارده اتكلمنا كتير على الانرجي. لو ما فهمتش الدرس عيد تاني الدرس واتفرج عليه تاني، وان شاء الله we will continue talking about energy next lesson. Thank you very much and see you later. Bye bye.